الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد. سبحانه وتعالى خلق كل شيء فقدره تقديرا، وتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. سبحانه من حشرة سقى الناس شهبا وفيرا، ومن دودة كساهم حريرا، وصلاة وسلاما على سيدنا محمد النبي العربي الذي علم المتعلمين، والهادي الذي بعث الأمل في قلوب البائسين، والرسول الذي قاد سفينة العالم الحائرة في خضم المحيط ومعترك الأمواج إلى شاطئ الله رب العالمين. صلاة وسلاما دائمين متلازمين عليك سيدي يا أبا القاسم يا رسول الله، بعدد أحرف القرآن حرفا حرفا، وبعدد صفوف الملائكة صفا صفا، وبعدد كل صف ألفا ألفا. فإذا ما أردت في الدارين تسعد فأكثر من الصلاة على النبي محمد، فلا صوم يصح ولا صلاة بدون الصلاة على النبي محمد، وإن كانت ذنوبك ليس تحصى تكفر بالصلاة. فإذا ما أردت في الدارين تسعد فأكثر من الصلاة على النبي محمد، فلا صوم يصح ولا صلاة بدون الصلاة على النبي محمد، وإن كانت ذنوبك ليس تحصى تكفر بالصلاة على النبي محمد، وإن شئت القبول في الدعوات فاختتم بالصلاة على النبي محمد، وعند الموت ترى أمورا تسرك بالصلاة على النبي محمد، فما تضاعفت الحسنات إلا بتكرار الصلاة على النبي محمد، وفي القبر تحظى بالأمان بتكرار الصلاة على النبي محمد، ولا تخشى من الملكين رعبا، إذا سألاك قل لهما محمد رسول الله حقا اتبعنا وآمنا وصدقنا محمد. صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا أبا القاسم يا رسول الله، بعدد أحرف القرآن حرفا حرفا، وبعدد كل حرف ألفا ألفا، وبعدد صفوف الملائكة صفا صفا، وبعدد كل صف ألفا ألفا. يقول ربنا تبارك وتعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. في ليلة تعد من الليالي التاريخية التي تسجل لا لقرية الشلبي ولكن لمحافظة الشرقية بأكملها، لرجل عاش حياة مشرفة ناصعة البياض
بدأ حياته كما أمر الله وتعامل بما أمر الله، ولذا استحق تكريم الله له. فإن الله إذا أحب عبدا ابتلاه، فإذا صبر اجتباه. مع شخصية شدد الله عليها المرض، وهذه كرامة أخبرنا بها ربنا تبارك وتعالى. إن الله عز وجل لا يقبض روح العبد وهو يحبه حتى يبتليه في جسده بكل سيئة ثقب في جسده، أو شدد عليه في إقتاره في رزقه، أو بموت ولد، أو بفقدان مال. فإن بقي من ذنوبه شيء شدد الله عليه سكرات الموت حتى يقبض ويرجع إلى الله كيوم ولدته أمه. في ليلة تكريم الوالد الكريم الشخصية العظيمة الحاج يوسف عبد الصمد يوسف، والذي نحن بصدد تكريم ليلته، وما كان في وسعنا إلا أن نستضيف قراء أجلاء حفظة مجازون يجيدون التلاوة يجيدون الأحكام، ولم لا القارئ الذي شرف مصر في المحافل الدولية والمحكم الدولي عبر الدول الإسلامية قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون فضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح علي الطاروقي، فخر قراء جمهورية مصر العربية وفخر محافظة الشرقية، وفضيلة القارئ الدكتور عبد الناصر حرك قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون الذي ينقبه محبوه عبر شبكات التواصل الاجتماعي بملك المقامات، والذي شرف مصر في المحافل الدولية، والذي يسعدنا دائما في لقاء الفجر. أيها السادة الكرام، هذا اللقاء ينقل عبر شاشات الانترنت العالمية. المهندس ناصر صلاح الأكثر انتشارا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أما الهندسة الهوائية المهندس أحمد الخولي المقيم بالعوسجة. هيا بنا نستفتح هذا اللقاء الإيماني المبارك بتلاوة قرآنية مباركة عطرة لقارئ قلما يجود الزمان بمثله، الذي لقب بملك المقامات فضيلة القارئ الدكتور عبد الناصر حرك، يتفضل مشكورا مأجورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة.
فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد Daddy.
لتبلون في أموالكم وأنفسكم لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور فإن ذلك من عزم الأمور وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم سلم يا رب
ولله ملك السماوات والأرض ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب لآيات لأولي الألباب إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله الذين يذكرون الله الذين يذكرون الله الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا
ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك 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 فقنا عذاب ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الذين يذكرون الله
بهم. وعلى جنوبهم ويتفكرون. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك 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 فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا 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 إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع ربنا 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 فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. الله
إنك لا تخلف الميعاد. ربنا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. يا رب وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. إنك لا تخلف الميعاد.
إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل. فاستجاب لهم ربهم أني لا عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل. بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله. والله عنده حسن الثواب.
والله عنده حسن الثواب. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. متاع قليل ثم مأواهم جهنم. وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات النهار خالدين فيها. خالدين فيها خالدين فيها خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. صدق الله العظيم. هي آيات الدعاء التي حكاها لنا رب الأرض والسماء والتي نزلت على قلب خير الأنبياء هي خواتيم سورة آل عمران المدنية والتي نزلت على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة المباركة، فلاها علينا علم التلاوة بمصر والعالم الإسلامي وقارئ إذاعات جمهورية مصر العربية، والذي دائما ما يمتعنا عبر إذاعة القرآن الكريم فضيلة القارئ الدكتور عبد الناصر حرك علم التلاوة، الذي شرفنا في هذه الليلة القرآنية المباركة التي تقام تكريما لروح والدنا الكريم الحاج يوسف عبد الصمد يوسف باسم أبنائه الأكرمين الأستاذ رضا
والأستاذ راضي والأستاذ هشام والحج يوسف والأستاذ محمد، باسم إخوتي جميعا أشكر كل من أتى ليواسينا وليقدم واجب العزاء في والدنا الكريم من جميع القيادات السياسية والشعبية والتنفيذية والقيادات الدينية بمحافظة الشرقية، شاكرا لكل من أتى من بقعة وشتات ليشاطرنا واجب العزاء. أيها السادة الكرام، هذه الليلة ممتدة مع حضراتكم عبر إخراج الهواء مخرج الروائع موقع سفراء القرآن والأكثر انتشارا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، المهندس ناصر صلاح وأبنائه. أيها السادة الكرام، شكرنا إلى الحاج محمد الخولي صاحب الهندسة الصوتية والتي تلقب بمونت كارلو الإذاعات والمنتشر عبر أنحاء جمهورية مصر العربية. أشكر أبناء الحاج محمد عبد الباري كبرى قصور الضيافة المتنقلة عبر أنحاء الجمهورية. أيها السادة، شكر الله مسعاكم جميعا وسبحان من له الدوام. يذكرنا ربنا تبارك وتعالى بأن من صبر وشكر فله أجر عند الله، ولذا يؤتى بأناس يوم القيامة يساقون إلى الجنة زمرا، فيقول لهم رضوان: إلى أين وأنتم لم ينصب لكم ميزان ولم ينشر لكم ديوان؟ قالوا: يا رضوان، أولم تقرأ القرآن؟ قال: وما في القرآن؟ قالوا: يقول الرحمن: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال: وعلى ما كان صبركم؟ قالوا: نحن قوم كنا إذا أعطينا شكرنا، وإذا منعنا صبرنا، وإن جهل علينا حلمنا، وإن أذنبنا استغفرنا. قال: دخلوا الجنة لا خوف عليكم. اللهم إنا نشهدك أن والدنا الكريم أعطي فشكر، منع فصبر، ولذا كوفئ من قبل الله تبارك وتعالى، ومصداقا لقول نبينا المصطفى: من بنى لله مسجدا في الأرض ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة. ويشاء ربنا، هي مشيئة الله، أن يكون افتتاح هذا المسجد العامر هو اليوم الذي شيده هذا الراحل الكريم، لا لنصلي فيه ولكن ليصلى عليه فيه. فهنيئا له بما قدم، وهنيئا له بما أفضى إليه عند ربه. اللهم إنا نسألك أن تجعله برفقة سيدنا رسول الله، وأن تجعله في أعلى عليين، وأن تعطيه كتابه باليمين. أيها السادة، أشكر جميع القيادات السياسية والشعبية والتنفيذية بمحافظة الشرقية. أشكر المحاسب محمد فوزي مدير بنك ناصر الاجتماعي الذي شرفنا واجب العزاء. هي الدنيا تقول بملء فيها: حذاري حذاري من بطشي وفتكي، فلا يغرركم مني ابتسام، فالقول مضحك والفعل مبكي. أشكر صاحب
واجب الضيافة المقدم من الامبراطور البفوهات كابتن عطية الدولي، خدمات الفندقية السياحية المتنقل عبر محافظات جمهورية مصر العربية.